صباح الخير من جديد. بسعدنا وبشرفنا أن نستضيف فنانين من دولتين عربيتين، وأيضا الأنسة نسرين صبح وهي رئيسة جمعية بقاء ومديرة مهرجان عمان عربيا الثاني، وأيضا الأستاذ علي رشيد من العراق، فنان تشكيلي ومشارك في هذا المهرجان. صباح الخير أستاذ. صباح الخير. أهلا وسهلا، شرفتنا. والأستاذ عبد الرسول سلمان من الكويت ومشارك في المهرجان. أهلا وسهلا، شرفتنا. صباح الخير. ونسرين صبح رئيسة جمعية بقاء ومديرة مهرجان عمان عربيا الثاني، صباح الخير. أهلا وسهلا فيك نسرين. يعني هذا المهرجان هو الثاني بعد نجاح للمهرجان الأول، قررت أنه تعملوا المهرجان الثاني وباسم جمعية بقاء. احكي لنا لو سمحت شوي عن الفكرة وكيف اجت وعن المهرجان نفسه. هلا الفكرة هي طبعا بحب أنوه أنه إحنا أعضاء الجمعية أصلا كنا فنانين. نعم. من فن تشكيلي، مسرح وموسيقى، وعنا مصممين. اجت الفكرة أنه لازم نعمل حركة بالأردن عنا للفن، فقررنا أنه نطلق مهرجان عمان عربيا. وكان المهرجان في المتحف الوطني، حديقة المتحف الوطني هو كان الراعي الاستراتيجي للمشروع. بعد نجاحه لهذا المهرجان قررنا أنه لازم نأسس إشي يعني نعتمد عليه أو يكون أساس لنا، فأسسنا جمعية بقاء للثقافة والفنون، وأطلقنا مهرجان عمان عربيا اثنين. وحبينا ننوه أنه يكون كل سنة ضمن ثيمة معينة حتى ما يكون عملية تكرار، فكان السنة ضمن ثيمة العودة إلى الإنسانية. نعم، جميل جدا. بنتقل الأستاذ علي، صباح الخير وشرفنا. أهلا وسهلا فيك. لو سمحت احكي لنا لو سمحت عن دورك في هذا المهرجان، طبيعة ردود الأفعال اللي شفتها. طبعا هاي المشاركة الثانية اللي في المهرجان، على اعتبار أنه أنا ونسرين أيضا من مؤسسي الفكرة في المهرجان، وحتى في جمعية بقاء يعني تم اختياري كمستشار للجمعية. الحقيقة المهرجان أنا أعتبره خطوة جادة ومهمة في الحركة الثقافية وليس فقط التشكيلية الأردنية. نعم. لأنه بالفعل هو صياغة جديدة عن مفهوم المهرجانات الفنية، لأنه الإضافة صارت أنه جمعت كل الطقوس، طقوس الفن من موسيقى من مسرح، إضافة إلى التشكيل اللي هو الأساس كان في الدورة الماضية. هذا المهرجان أنا أعتبره نوع من استفزاز الثقافة مع الجمهور. يعني الآن إحنا نعمل في مكان عام. نعم. في حدائق الحسين. نعم. نتواصل مع الجمهور بشكل يومي، مع الأطفال، مع النساء. نعم. مع الزائرين. هذا خلق حوار أنا بالنسبة لي أعتبره خطوة جبارة جدا. جميل. مهم. يعني مثل توريط، إذا بتسمح لي أستخدم هاي الكلمة أو هذا المصطلح، هذا هو إنجاز التعبير، يعني مثل توريط الناس بالثقافة. يعني هو خلاص هو ماشي بده تحفيزهم بالضبط. بالفعل هو تحفيز لأن يكون الناس على تماس مع الثقافة. نعم. تماس حتى تتحول الثقافة إلى مشروع يومي بالنسبة. نعم. للناس. نعم. نعم. وهذا شيء مهم يعني أنا حسست فيه. جميل جدا. أستاذ عبد الرسول، يعني مثل هاي المشاريع، خليني أحكي على مستوى عربي، يعني بتحس المجتمع كمجتمعات عربية مش كمجتمعات محلية متضافرة مع بعض، بعيدة عن الثقافة أو بعدت عن الثقافة، مع أنه يعني في حركات فنية كتير كبيرة من مسرح وسينما وفن وتأليف مسرحي وتمثيل. صحيح. ومسلسلات. صحيح. يعني قوية جدا ويعني ومزدهرة في بعض الدول العربية، ولكن على المستوى العربي كيف بتشوفها؟ في البداية أنا أحب أهنئ الحقيقة الهيئة الإدارية لجمعية بقاء على جهودهم الحقيقة وتنظيمهم والفكرة اللي طرحوها مثل ما تفضل أستاذ علي، الشاملة بالنسبة للثقافة والفنون. وأعتقد أن الثقافة البصرية أو الثقافة عموما الجمهور محتاجة. نعم. لها وللتعريف على المشروع. أعتقد أنا عندي في الجمعية الكويتية التشكيلية كثير من الملتقيات سواء في الخليج أو في الدول العربية. إحنا أنا أشوف أن إحنا كعرب نلتقي دائما في الثقافة والفنون، هذه من أهم الأمور اللي إحنا دائما نبحث عنها أن نكون متعاونين مع بعض. هذا المشروع اليوم أنا الحقيقة تعرفت على مجموعة من الفنانين العرب لأول مرة ألتقي فيهم أكثرهم،
وهذا هدف جميل ومن أهداف الملتقى. وأيضا إحنا في هذه المرحلة سواء المرحلة الاجتماعية أو السياسية أو حتى الاقتصادية محتاجين مثل هذه الملتقيات، لأن أيضا القرن 21 أيضا سمة من سمات القرن 21 اللي هي الورش والالتقاء بالجمهور مباشرة. نعم. وأنا الحقيقة لمست كثير من الجمهور أن في عنده نوع من التذوق الفني، ودائما من خلال أسئلتهم لقيت أن في اهتمام الجمهور، وهذا شيء يعني كبير. وأيضا المكان اللي احنا عايشين فيه خلال الأسبوع الماضي مكان تاريخي أثري اجتماعي، ساعدنا، هذه من مميزات الورشة. وأيضا التواصل مع المحيط اللي احنا فيه هذا فعلا من أهم نجاحات الملتقى. نعم نعم، جميل جدا. نسرين برجع لك، تحكي لي لو سمحتي عن المشاركين، يعني في عندكم مسرح من فلسطين فرقة نعم، في فرق موسيقية من عمان، في مجموعة يعني 10 فنانين من مجموعة الدول العربية، احكي لنا عنهم لو سمحتي. هلا احنا بالجمعية حاولنا نشكل ونضم كل أنواع الفنون معنا. من ناحية الفن التشكيلي شارك عنا 10 فنانين من دول عربية، من الجزائر، تونس، العراق، المغرب، مصر، قطر، السعودية. عنا من الفرق، فرقة المسرح هي عنا مسرح نعم، هم من فلسطين، حاليا هم عم بيعرضوا يعني كل يوم عندهم عرض بالمحافظات، لأنه إحنا حاولنا ننتشر مش بس الفعاليات تكون بعمان، حاولنا أن نطلع كمان خارج نطاق عمان. وعنا الفرقة الموسيقية مثل اليوم عنا مثلا حفلة لحرقة كرت وجيتناي. طبعا إحنا الهدف إنه ما في عنا تيكت، الهدف إنه يكون مفتوح لكل الناس، إنه حتى ننشر أو نوصل لأكبر عدد من فئات المجتمع. في عنا كمان فرقة الأخوين أبو سليم، عم بيعرضوا بأربع أماكن في عمان. نعم. وعنا كان مبارح ندوة نقدية للفنان علي الرشيد وفنان جزائري معنا اسمه محمد بوكرش. نعم. فيعني حاولنا نضب أكثر عدد ممكن يعني معنا. جميل جميل، يعطيكم ألف عافية. برجع لك أستاذ علي، يعني كان في مشاركات وحوارات مع طلاب الفنون الجميلة في الجامعة الأردنية مثلا على سبيل مثال. الاتجاه للفنون الجميلة خليني أحكي طبيعة دراسة بالنسبة لهدول الطلاب، هل بتحس أنه نحن الأجيال القادمة فعلا رح تكمل على نفس نهج الأجيال السابقة مع دخول التكنولوجيا؟ وبنعرف نحن الفن التشكيلي تحديدا بتأثر يعني بشكل كتير كبير بكل الأحداث وبكل المنتجات التكنولوجية، خليني صح. أحكيها لأنه الفن انعكاس للحاضر ممكن يكون صح. فممكن يجي طالب مثلا أو يجي مثلا فنان تشكيلي يرسم على الكمبيوتر يستخدم 3D 4D صح. ويخرج. فأنت برؤيتك كأستاذ في هذا المجال، يعني أنا أعتقد هذا وضع طبيعي. الفن معاصر لزمنه. نعم. وكل هذه الأدوات الحداثة والتكنولوجيا واستخدامها بالجانب البصري هو شيء رائع، لأنه الإنسان أن يستخدم على مستوى الطب، على مستوى الهندسة، فالتشكيل أيضا لا يقل أهمية استخدامه لهذه المفردات أو التكنولوجيا. الحقيقة من خلال يعني لقائي بالطلبة الفنون جميلة وجدت هناك يعني شيء تفخر إلى شباب جميلين بأعمار وزهور عندهم حافز لأن يتعلموا، لأن يحاوروا، لأن يكتشفوا الأشياء، وهذا شيء جدا مهم. إضافة لذلك أنه أحسس ليس فقط حتى في يعني مرافقتي لهم أنه كنت أضيف لهم بقدر ما كنت أكتشف إضافة لي من خلالهم، وهذا شيء جميل. أنه الفن أنا دائما أقول ليس في الفن كرادلة، يعني ما كبابوية. نعم. ربما أتعلم من شاب عمر 20 سنة بقدر ما يتعلم. نعم. مني هاي صفة العظماء أستاذ، يعني بتعلم من كل الناس. لا لا، يعني هو بالفعل هو ما في فن ما في أستاذة، يعني نتعلم اللحظة الأخيرة ونتعلم من الشباب ومن الأطفال ومن من المرات، يعني حتى أقول لأنه أقول أكثر مرجعية بصرية للأطفال، لأن الطفل يمتلك جرأة بالعمل ويمتلك فانتازي عالي، يعني خيال عالي ما نمتلكه كفنانين، لأن احنا عندنا صناعة موجودة نتيجة الخبرة ونتيجة، لكن هذا نكتسبها من الطفل، نحاول مرات حتى نقلده بأعماله
يعني قلده بطفولته خلينا نقول. نعم. شيء كبير هذا، ما طلب نفس الإحساس كان لي. جميل جميل جدا. أستاذ عبد الرسول، يعني كان في نشاطات كثير مختلفة، يعني كان في ورشات عمل، كان في أنشطة ثقافية، كان في رسومات، في منتجات، يعني هلا راح تكون، وين حسيت الزاوية اللي يعني قلبك حبها أكثر؟ خليني أحكي، يعني عجبت فيها أكثر، وشو كيف شفت تضافر كل هاي الزوايا من موسيقى وفن ومسرح وفن تشكيلي كلها مع بعض؟ في البداية أنا بضيف أن من الأطفال خرجت كثير من المدارس الكبيرة واستخدموها، فمثلا بيكاسو كان يقول لما أنا كنت صغير أنظر للكبار بالفن، ولما كبرت أنظر للأطفال، يعني فهذا الحقيقة يعني يؤكد دور أن الطفل كصدقة وكتلقائيته وتعبيريته يعطينا إحنا يعني الحقيقة. أنا لمست من خلال وجودي والتقائي مع طلبة الجامعة، لمست فعلا اهتمام المملكة الأردنية بالثقافة وبالتربية الفنية من خلال أسئلتهم، لأن فعلا قاعد يأخذون الفكر المعاصر من الأساتذة ومن الدراسة. أما بالنسبة للفنون، أنا أعتقد كلها هي متواصلة ومرتبطة مع بعض، وإذا كانت هي مرتبطة فهي تتطور مع بعض مثل ما تطورت الحركات الأخرى سواء في البلدان الأوروبية أو حتى البلدان العربية. فالتواصل مع جميع الفنون وارتباطها هذه أيضا من مميزات هذه الورشة، وأنا الحقيقة قلة ما وجدت في الورشة العربية هذا التواصل أو هذا الاهتمام بكل الفنون، المسرح والموسيقى والفن التشكيلي. نعم. احنا اليوم طبعا في قرن 21، اكيد التطور والفنون مختلفين عن قرن 20، واعتقد احنا كعرب متواصلين مع هذا التطور في كل امورنا، ولكن نظرة الاخر لنا دائما نظرة دونية، ولكن كل الامور الفنية والثقافية من السريالية والتجريدية والمدارس القديمة الأخرى اللي قاعد تنتمي للأوروبيين، الحقيقة هي كلها مأخوذة من حضارتنا ومن تاريخنا وقبلها بسنين سنين. يعني الحداثة اللي اليوم قاعد يتكلمون عنها في هذا القرن، أنا أعتقد اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذه أول حداثة غيرت الحضارات كلها، وفن الإسلامي مثل ما نقول أو الحضارة الإسلامية أو الدين الإسلامي لكل زمان وكل مكان. نعم. فالفن التجريدي وفن السريالي اللي هي أيام ما ظهرت في الأهرامات هي أيام من قبل 3-4 قرون آلاف السنين. نعم. فاليوم يقولون في فن سريالي وفي فن تجريدي، فإحنا الحمد لله منبع الأصالة ومنبع الحضارة ومنبع كل الفنون. نعم نعم، يا سلام. برجع نسرين لو سمحتي، احكي لي شوي هلا عن دور المؤسسات الاهليه وكيف بتحاولوا انه تحفزوا فعلا المؤسسات الخاصه انها تشارك في الاعمال الثقافيه وتشارك في هاي الملتقيات. يعني احنا دائما يعني بنتمنى انه يكون في دعم لانه احنا جمعيه غير ربحيه، عم نحاول انه نطلق يعني مهرجان ثقافي فني انه لمجتمعنا العربي، فبتمنى انه يكون في دعم. يعني انا بحب اشكر انه دائما بنلاقي المؤسسه اللي هي دائما بتدعم الثقافه، وهي اصلا لها دائما انتاجات ثقافيه، مؤسسه عبد الحميد شومان، يعني هي من الناس اللي كانوا معنا في المهرجان الاول والثاني. نعم. وهم أصلاً يعني مؤسسة ثقافية. طبعاً ومتزامن هلأ مع أسبوع جمع العمل الثقافي بالزبط. فموضوع مهم. بنتمنى إن المؤسسات الخاصة إنه تدعم هذا الإشي وتوقف معنا كونه إشي يعني لمجتمعنا، عرفت علي؟ وفي انطلاقة وفي تثقيف وفي نوع استهداف كمان للجيل اللي صاعد عنا. فان شاء الله يعني بنتمنى. يست بنتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله. استاذ علي واستاذ عبد الرسول، بما انكم ضيوف يعني احنا احنا بنعتبر حالنا معزبين او اهل بلد حضرتكم ضيوف، فبدي اعطي حضرتكم يعني هيك فضاء حر. نحن بتابعونا من كل انحاء العالم، يعني من كندا واستراليا والحمد لله في برنامج دنيا يا دنيا، فبدي اعطي حضرتك هيك فضاء حر 30-40 ثانيه بتوجه رسالتك كفنان كعلي الانسان كاللي بتحبه لكل اللي عم اللي بيشاهدونا. بجوز
انا فاجاتكم في السؤال استاذ عبد الرسول جهز حاله، بس انت ما مجهز حالك. لا يعني في البدء يعني احاول ان انهي بانه بالفعل انا سعيد ان اكون بينكم هنا في عمان في الاردن الجميل، جمال ناسا وجمال طبيعته وحس الحياه وصحته وشمسه، لمس الكرم من خلال الناس، لانه تجد انه كثير من الناس والاصدقاء وجهوا دعوات بشكل طيب في سواء في بيوتهم سواء في استودياتهم، وهذا شيء يعني أليف يعني حسسنا وكأنه أنا جزء من هذا المجتمع وليس ضيف. كما شرف الله يخليك، شكر للجميع أهلا وسهلا. شرف أستاذ علي. أستاذ عبد الرسول، أنا والله يعني فعلا أحيي الشعب الأردني على، طبعا أنا أعتبر أن هم أهلي يعني أو أنا واحد منهم، يعني حسيت أن التفاؤل والذوق الفني الحقيقة والكرم مثل ما تفضلت، ويعني ممكن أقول أنه يعني بالنسبة لهذا المهرجان أنه في كثير من المهرجانات حضرته يقودون المهرجانات رجل، فلأول مرة أشوف أنه واحدة يعني المرأة هي اللي تقود هذا المهرجان، وهذا أيضا ميزة من المميزات ومجموعة الشباب أيضا وهذا مهم. صحيح. فأنا أهنيهم الحقيقة وأشكرهم. وبالنسبة لليوم أنا فعلا من بداية ما دخلت هذا المكان الحقيقة حسيت أن أنا وأنا مبتسم، حسيت التفاؤل وحسيت فعلا الرقي في هذا البرنامج. وأنا حقيقة أشكر كل القائمين وأشكرك الحقيقة. الله يخليك، شرف لنا فعلا. الدنيا يعني اسم مميز. الله يخليك، شهادة بنعتز فيها. شكرا أستاذ عبد الرسول، نتمنى لكم التوفيق ورح يعني رحلة موفقة في العودة، ويعطيكم ألف عافية. أستاذ علي شكرا لك، شرفتونا. أهلا وسهلا نسرين، شكرا لك، ويعطيك ألف عافية وبالتوفيق إن شاء الله. أهلا وسهلا، شكرا للمتابعة. ما تنسوا تشتركوا في القناة لحتى يوصلكم كل شيء جديد.